اهلا بحضراتكم من جديد. معايا النهارده اتنين من نجوم المستقبل ان شاء الله، التوأم حسام وابراهيم عادل. دايما لما بيجوا ضيوفي بكون عارفهم، لكن النهارده الاتنين مصعبين عليا انا المهمه. لابسين نفس التيشيرتات، نفس البنطلونات، نفس الجزم. فيبقى اول سؤال ليا على الحلقه، حسام ولا ابراهيم؟ ابراهيم. صح كده؟ ابراهيم عادل. حسام عادل. حسام عادل زي ما انتم شايفين، نفس اللبس ونفس كل حاجه. توأم حسام وابراهيم، تجربه جديده. بعد ما شفنا تجربه التوأم حسام حسن وابراهيم حسن، بتتكرر تجربه اخرى في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ان شاء الله تجربه جديده هتشوف النجاح في النادي الاهلي وفي الكره المصريه. ماشيين على نفس الخطى، اداء رائع، اتنين عندهم طموح كبير، اتنين لعيبه ان شاء الله نشوفهم في القريب العاجل في الدرجه الاولى في النادي الاهلي. منورنا وشرفنا ابراهيم. انا بتشرف ان انا مع حضرتك النهارده، وسعيد جدا ان انا متواجد مع حضرتك في قناه النادي الاهلي النهارده. مشرفنا ونورنا يا كابتن حسام. حبيبي يا كابتن اسامه، انا ليا الشرف ان انا على قناه النادي الاهلي، وليا الشرف ان انا طالع مع حضرتك النهارده. والله من سنه كنتوا ضيوف معانا، وكان برنامج الاشبال وش السعد عليكم. وقتها بداتوا تعرفوا اكتر، تتالقوا في الماتشات ورحتوا منتخب مصر. ما وافقناش منتخب مصر، لكن كانت خطوه مهمه ليكم في منتخب مصر. طبعا احنا يعني هي السنه اللي فاتت لما طلعنا مع حضرتك دي كانت بدايه برضو ان الناس تعرفنا، وكذا حاجه جات لنا بسبب ان احنا طلعنا قناه النادي الاهلي. ودايما ده وش السعد علينا النادي الاهلي، ان هو اي حاجه بتجيلنا من خلال النادي الاهلي. وانا سعيد جدا ان انا ربنا كرمني وبقيت في النادي الاهلي. تمام، مبروك يا حسام. امبارح اداء اكثر من رائع، كل فريق 2006. امبارح بتحرز هدفين في مباراه يعني تابعها كل جماهير الاهلي. امبارح ابتدينا الاستوديو التحليلي وكان يوم اهلاوي حلو، ابتدى بفوز الاهلي امبارح وفوزته على الزمالك في بطوله الجمهوريه 2-1، وانت كنت صاحب الهدفين وهدفين الفوز للنادي الاهلي. والله الله يبارك فيك كابتن اسامه. طبعا والله الهدفين دول كله بفضل ربنا وبفضل زمايلي، يعني انا لولا زمايلي بس ما كنتش جبت الجولين. انا بشكر زمايلي كلهم، يعني الحمد لله اللي انا قدرت اسجل هدفين، وانا كان عندي ثقه بنفسي اللي انا لما جبت الجون الاول كان عندي ثقه ان انا اجيب هدف ثاني. ودخل فينا جون التعادل في الدقيقه 20 باين، وكان عندي ثقه لغايه ما جبت الجون الثاني، وكنت حاسس ان انا اجيب جون ان شاء الله. يعني معانا الجون الاولاني ده كان في الدقيقه 6 من بدايه المباراه، بس اللي عامل لك الهدف ابراهيم. انتوا بتتفقوا مع بعض قبل المباراه؟ حسام يقول لابراهيم اي كره تلعبها لي ولا ايه؟ قول لنا على الهوا. لا والله بتبقى عادي كده. لا هات لنا الهدف الاول، مخرجنا برجاوي عايزين نشوف الهدف الاول. ده هدف يعني التوأم حسام وابراهيم. ابراهيم عملها لاخوه حسام، كانت في نص الملعب. بتتفقوا مع بعض يا ابراهيم؟ اكيد لا. بص ده الهدف الاول، تمريره طويله لحسام، وكانت بمجهود فرد قدر يحط المدافع في ظهره ويحطها. لا والله اول 10 دقائق كده احنا بنبقى واخدين تعليمات اللي احنا ما بنحضرش كتير ورا وبنلعب على قدام، فهو ده بسبب الشغل اللي احنا كنا حافظينه يعني من الكابتن سيد، فهي ومن حظه جت لحسام يعني، والحمد لله ان هو سجل يعني. بس برضه يعني لو هبص اللي جنبه حسام كورتين ممكن حسام يعني اديله اكتر شويه. لا لا والله كل زمايلي واحد عندنا في الفرقه، واي حد يعني اي حد لو هو اللي هيجيب الجون غير اخويا طبعا ببصي لاي حد في الفرقه وكلهم اخواتي يعني. طب قول لي بقى، انت ما شاء الله ابراهيم يعتبر لعيب جوكر في الفرقه. طب باك رايت موجود، لعيب نص ملعب موجود، تلعب ناحيه اليمين موجود، ما شاء الله ما يعني تلعب في كذا مكان. يعني الحمد لله رب العالمين. انا من السنه اللي فاتت يعني لعبت 9 مراكز مع كابتن سامر، كان بدايه الكابتن سامر هو اللي وظفنا في كذا مركز ولعبت في 9 مراكز يعني الحمد لله، واي مركز كنت بلعب بيه بفضل ربنا وكنت بادي كويس. طب قول لنا 9 مراكز برضه اللي انت لعبت يعني فيه. انا اصلا كنت في بدايه الموسم 6، راح كابتن سامر عبد الرحمن لعبنا 10، وبعد كده بقى جابنا من 10 ل 6 الباك رايت، لونج يمين لونج شمال، ل 8 لمهاجم تاني جنب حسام قبل كده، ورجعنا سيرد باك في ماتش. وكان اي المدرب لا ده تلعبت كل المراكز ناقص حارس المرمى بس. الحمد لله رب العالمين، يعني هم مركز الباك ليفت وحارس المرمى اللي فاضلين لي، بس انا يعني بشتغل على اي حاجه لان انا عايز اوصل وان شاء الله احقق حلم. كويس. حسام برضو نفس القصه، يعني كنت بتلعب مساك ما شاء الله، مساك مميز جدا. السنه اللي فاتت لقيت تغيير مركزك، بقيت تلعب راس حربه، واحد من هدافين الفرقه
وهدافين المسابقه كمان. والله الحمد لله يعني كله كان بفضل الكابتن سامر. انا كنت بادئ الدوري سيرد باك بعد كده الكابتن سامر في ماتش المقاولين باين عشان عملت كوره كده خدت كوره رقصت ست عيال المقاولين ست لعيبه فقال لي والله من الماتش ده ما هتلعب سيرد باك تاني. راح حاطتني ديفندر ساعتها سته ولعبت سته برده وحطيني ثمانيه ولعبت ثمانيه برده وبعدين حطيني وينج رايت وينج ليفت وبعد كده بروح في الاخر حاطتني فيرود الحمد لله قدرت امشي معاه لان هو اشتغل معاه بشكل كويس جدا. هو ليه كل يعني كل اللي انا فيه ده كله بفضل كابتن صابر طبعا وانا بشكره جدا يعني. حلو قوي ان اللاعب يلعب في كذا مكان ده بتبقى فرصه كويسه حتى لما بتطلع درجه اولى المدرب ممكن يوظفك في مكان غير المكان بتاعك فانت يبقى عندك انك جاهز لعبت في المكان ده فمفيش مشكله بالنسبه لك. قول لي مباراه امبارح بقى تحضير ليها قبل المباراه كابتن سيد غريب قال لكم يا ابراهيم طبعا مباراه امبارح دي احنا اي ماتش بنحضره بطوله خاصه كمان الماتش ده ماتش بيبقى ماتش قمه مع الفرقه اللي على طول بتنافسك طبعا كابتن سيد غريب كان دايما بيحمسنا وكان بيكلمنا ان ده ماتش بثلاث نقط مش باربعه ولا بخمسه بس انت برده لازم تكسبه لان الناس كلها بتتفرج عليك وانت برده لازم تشرف نفسك وده ماتش مذاع وبرده انت لازم كل ماتش تكسب اي فرقه جايه لك لازم تكسبها وده برده مش اي ماتش دي فرقه القمه وكان كابتن سيد غريب بصراحه شغال معانا شغل جامد قوي قبل الماتش ده وكان محفز كل اللعيبه وكان اي لعيب بينزل اذا كان هو احتياطي او في الملعب كان لعيب كلها رجاله الحمد لله. تمام حسام انتوا جبتوا الهدف انت جبت الهدف في الدقيقه السادسه بعدها مفيش 10 دقايق الزمالك جاب هدف التعادل لقيته في الملعب ولا انتوا كلاعيبه مع بعض بداتوا تتكلموا وتلموا بعض وعايزين نرجع المباراه مره ثانيه؟ والله احنا كلنا كلاعيبه كان عندنا ثقه في ربنا كبيره وكان عندنا ثقه في اللعيبه كلها اللي احنا هنقدر اول ما جينا فينا الجون كلنا قلنا عادي ولا يهمنا هنجيب وهنكسب وكان عندنا ثقه اللي احنا هنكسب يعني عشان احنا في ملعبنا واحنا كنا الحمد لله ماشيين كويس يمكن الشوط الاول مضيعين مثلا يجي 4 انفرادات حقيقي مضيعين كورتين بالدماغ شهاب وانا يمكن مضيع كوره فاحنا يعني كنا عندنا ثقه في ربنا وثقه فينا كلنا اللي احنا هنحقق الفوز وكسبنا الحمد لله. اصعب اوقات المباراه كانت ايه يا ابراهيم؟ هي بعد مثلا جت في الدقيقه بعد ماتش 1-1 بعد 1-1 ديت الماتش اكمن هم جابوا الجون بقى فعندهم الحماس واحنا برده دخل فينا الجون فاحنا لازم كنا نقف على رجلينا وده الحمد لله فضلنا واقفين على رجلينا لغايه الشوط الثاني ونزلنا الشوط الثاني عوضنا والحمد لله وفزنا بالمباراه. كويس طب لما جت ركله الجزاء بقى في الثواني الاخيره الزمالك لو احرزها يرجع للمباراه وتبقى النتيجه التعادل، كان عندكم ثقه ان ربنا ممكن يكافئكم في المباراه دي انكم تبقوا الافضل طول 90 دقيقه، فدايما التوفيق بيروح للمجتهد. والله لقيت وقت ركله الجزاء ولا كان؟ والله يا كابتن اسامه كنت عندي ثقه في ربنا كبيره، يمكن قلت للحكم ولعبت الزمالك وحلفت لهم قلت لهم والله ضربه الجزاء هتضيع. قلت للحكم والله ربنا ما بيرضاش بالظلم وضربه الجزاء ضاعت وانا حلفت له قلت له والله هدي قلت للحكم كده والله الحكم ولاعيبه الزمالك كلها اداني انذار عشان قلت له كده قلت له والله ضربه الجزاء هتضيع وقلت لعيبه الزمالك وفرقتنا قلت لهم والله ما تقلقوا هتضيع والحمد لله ضاعت يعني وقدرنا نكسب عشان حقنا اللي احنا نكسب المباراه دي اللي احنا عملنا مجهود كويس جدا في الماتش ده. جبت كام هدف في مباراتك مع الزمالك؟ جبت 2 في الماتش ده واثنين في الماتش اللي فات اللي قبله وجبت 1 جبت 5 اجوان في الزمالك يعني كعبك عالي على الزمالك الحمد لله والله كله بفضل ربنا يعني. تمام قول لي بقى يا ابراهيم كابتن خالد بيبو بعد الماتش امبارح قال لكم ايه؟ لا طبعا كابتن خالد بيبو ده يعني مثلا يعني بنشكره جدا لان هو اكتر واحد في النادي واقف معانا ودايما بيدعمنا وبيدعم القطاع كله وشغال معانا بصراحه احسن شغل وجالنا بعد الماتش يعني بارك لنا على الفوز وهو دايما اول واحد في النادي بيبقى واقف جنبينا ودايما بيساند الفرقه كلها وبالذات فرقتنا بيبقى على طول ساعات بيجي يلعب معانا في الفرقه ودايما بيبقى واقف جنبينا ويعني بنشكر كابتن خالد بيبقى على المجهود اللي هو عامله معانا. لما نزلتوا امبارح بقى انتوا مصر القديمه صح؟ اه لما نزلتوا مصر القديمه بقى والمباراه مذاعه قناه الاهلي وبدات الناس تعرف حسام وابراهيم التوأم امبارح كان يوم حلو كمان على قناه الاهلي واحتفلنا بفوز الاول ابتديتوا بالفريق 2006 وبعد كده فتيات الذهب لما فازوا على نادي الزمالك امبارح في الطياره 3-1 لما نزلت مصر القديمه بقى الاجواء والناس في الحته وفي الشارع بقى قالوا لكم ايه؟ والله دايما الناس في الحته اللي انا عايش فيها بتفرح لنا جدا وبتتمنى لنا الخير يمكن كل اصحابي والناس الكبيره اللي عندنا في المنطقه كلمتنا وباركت لنا ويمكن كل اصحابي الله بعد الماتش واصحابي كان كذا واحد من صحابي برضو قالوا لي هتجيب جونين وهتكسب والحمد لله يعني هم بيفرحوا لنا جدا ودايما واقفين معانا وبيدعمونا جدا والله وبيحبوا لنا الخير وبيفرحوا لنا في كل حاجه بنعملها والله. كويس ابراهيم مين اللي كلمك بعد الماتش امبارح؟
لا يعني كل زمايلي في المنطقة كلمونا وكلهم بيبعتولنا بصراحة، وفي واحد صاحبي اسمه عمرو من هناك ده على طول بيكلمنا وواقف جنبينا، وكلهم بيكلمونا بصراحة وواقفين جنبينا، وكان في برضه زمايلي معانا في الماتش، وطبعا أنا بشكر منطقتي كلها إن هي واقفة جنبينا وبتساندنا، وكلهم بيحبنا الخير بصراحة، وطبعا أنا فرحان إن هم واقفين جنبينا، وإن شاء الله نشرف منطقتنا ونشرف أهلي وإن شاء الله نوصل للي إحنا ان عايزينه. شاء الله تقدروا تحققوا حلمكم كده وتكونوا حاجه ان شاء الله يعني مشرفه لمنطقتكم وللنادي الاهلي كمان. بطوله الجمهوريه لعبتوا فيها لحد دلوقتي حوالي 5 ماتشات صح؟ اصعب مباراه دلوقتي في ال5 مباريات واجهتكم كانت ايه؟ والله يعني يمكن احنا النادي الاهلي فاز في 3 وتعادل في 2 صح؟ يمكن اول ماتش كنا بنلعب المصري، بس يمكن انا وابراهيم ما كناش بنلعب، يمكن انا كنت مصاب وابراهيم كان عنده انذارات من السنه اللي فاتت فما لعبناش. انتوا ايه متفقين تلعبوا مع بعض وتتوقفوا مع بعض؟ لا لا والله ده جت بظروفها كده، اتصبت في التمرين فانا ما لعبناش. لعبنا كذا ماتش، لعبنا فيوتشر ولعبنا الزمالك طبعا، ولعبنا دجله غلبناها 6، ولعبنا كذا ماتش والحمد لله، يعني كل الماتشات الحمد لله ادينا. يمكن اصعب ماتش بس كان فيوتشر لان الملعب كان وحش جدا، الملعب يعني كذا الملعب احنا كنا بنلعب، الملعب كان صعب جدا. ده كانت المباراه الصعبه فيهم. شايف المباراه الصعبه في ال5 جولات كانوا ايه يا ابراهيم؟ لا هو حسام غلط فيها، هو كان ماتش بتروجيت مش فيوتشر، كان بتروجيت بره، كنا بنلعب على ملعب وحش قوي، كان تراب، نلعب على ملعب تراب ما كانش ملعب كوره اصلا، فما عرفناش يعني ما فيش حاجه، ملعب وحش قوي، فده كان ماتش رخم بصراحه. ده كان ماتش صعب شويه. كان ماتش رخم بصراحه. هسألكوا بقى سؤال خارج الكوره شويه. لما بتنزل تشتري لبس وانت لوحدك بتفكر في حسام ان انا اجيب له نفس اللبس ولا اجيب له حاجه ثانيه؟ لا احنا عامه لما بننزل نشتري لبس يعني احنا الاثنين بننزل مع بعض، يا اما واحد ينزل ويجيب لي الثاني نفس اللبس اللي هيجيله، نفس المقاسات نفس المقاسات كل حاجه، يعني ما فيش حد، حتى لو هو تعبان مثلا وما نزلش او انا نزلت لوحدي بننزل احنا نشتري احنا الاثنين نفس الحاجه، ولو احنا على طول اصلا على طول بنبقى مع بعض وبنروح نشتري نفس اللبس برضه. طب مين اللي اختار بقى يلبس زي بعض النهارده في الحلقه؟ والله انا فكره مين النهارده؟ قلت له احنا المره اللي فاتت برضه لما كنا مع حضرتك كنا لابسين نفس اللبس، بس يمكن كان في حاجه مختلفه، بس المره كنا سهل نطلعك وقتها. فالمره دي لا احنا لابسين كل حاجه زي بعض، وانا اتفقت انا هو اللي احنا ننزل نيجي باللبس ده طبعا، والحمد لله. طب سؤال خارج الهوا، دايما في مقوله بتقول لك التوأم لما بيحصل حاجه الواحد لو التاني بعيد عنه بيحس بيها. لا طبعا انتوا اسهل ناس يعني تشرحوا لنا المقولة دي. لا فعلا بحس بيه فعلا، وكمان مواقف كتير حصلت ساعتها هو زعل وكان بيعيط وكان بيتكلم معايا، فهو لما عيط كده انا من غير اي حاجة، ومع ان كان الموقف معاه وكنت زعلت كمان ورحت عيطت بسبب ان هو حصل معاه حاجة زي دي. يعني بتحسوا ببعض. والله فعلا جدا. طب تقول لنا موقف يا حسام. والله يمكن كنا في المنتخب كده وانا كنت زعلان شوية، كنت بعد الخروج لسه هنتكلم على المنتخب وتجربه المنتخب. بعد الخروج والله كنت زعلان جدا، وكنت بتكلم معاه عشان كابتن وهاب بامانه والله كان يستحق كل التقدير، مدرب مدير فني كبير قوي والله، يعني ما يستحقش اللي بيحصل، بس هو كويس جدا والله، فانا زعلت عشانه والله. يمكن انا عيطت انا وابراهيم والله، وشافني بعيط عشان زعلان على المدرب، فراح معيط والله على طول ساعتها في اليوم ده. طب قولوا لي، شفتوا امبارح كابتن محمد وهبه رغم خلاص المنتخب انتهى، امبارح كان حريص انه يكون موجود معاكم في المباراه؟ طبعا هو كان عيد ميلاده قبليها، فانا بقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن وهبه، وبعدين هو انا كلمته فقال لي انا جاي لكم الماتش بكره وهتفرج عليكم، وهو كمان كلمنا قبل مثلا بعد ما خرجنا في المنتخب قال لنا انا دايما هاجي اساندكم وهاجي معاكم واتفرجوا على الماتش، وفعلا ده اللي حصل امبارح، جه اتفرج معانا، هو شخصيه محترمه جدا وكلنا بنحبه والله، وهو مدرب كبير ولفته طبعا طيبه. هنتكلم بعد الفاصل باستفاضه بقى عن المنتخب. جيل 2006 جيل محترم فيه مواهب كبيره، والفتره اللي جايه كمان في منتخب 2005 بناشد كمان القائمين على الكره المصريه والمسؤولين في اتحاد الكوره. سرعه تكوين فريق منتخب 2005، وهنا بناشد بتكوين 2005 عشان يبقى عندنا مساحه كبيره، والنهارده وانت بتكون 2005 عندنا قوام ايضا من 2006، مواهب كبيره ولاعيبه كبيره ان شاء الله تكون مكسب للكره المصريه. هنتكلم مع التوأم حسام ابراهيم عن تجربه منتخب 2006 ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بحضراتكم بضيوف التوأم حسام وابراهيم عادل. ابراهيم، كنا بنتكلم عن الكابتن محمد وهبه المدير الفني لمنتخب 2006، وقلنا دي لفته طيبه ان يكون متواجد معاك ورغم خروج المنتخب
لسه ما زال في مكالمات ما بينكم وفي تواصل، دي لفته طيبه. وكان من الناس المقربين ليكم كابتن محمد وهبي. طبعا والله يا كابتن وهبي ده من الشخصيات المحترمه جدا ومدير فني كبير قوي والله العظيم، يعني مش بقول اي كلام، هو فعلا مدرب محترم جدا، وده تعب معانا جدا، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل اللي حصل. بس ده من المدربين الكويسه جدا، اقسم بالله من احسن مدربين في مصر كلها. استفدت منه وتعلمت منه كتير. طيب طبعا والله استفدت منه حاجات كتير قوي، وكان بيعاملنا زي اب بالظبط والله، وكان دايما واقف جنبينا، واقف جنب كل اللعيبه، واي لعيب كان مثلا محتاج اي حاجه كان هو اقرب واحد لينا، كان بيكلم اللعيبه كلها، كان معتبر اي لعيب بيحصل له اي مشكله حتى لو مشكله في البيت خارج التدريب وخارج الحاجات دي كان بيحلها له. وقف معانا كتير قوي والله. احنا طبعا زعلانين عشان اللي حصل ده، عشان كابتن وهبي والله، واحنا يعني الحمد لله اللي حصل بس وقدر الله ما شاء فعل. حسام كان لما رحتوا الجزائر على التصفيات الافريقيه كان غير المتوقع تماما خروج المنتخب المصري، خاصه منتخب ما شاء الله على مدار سنتين بتأدوا اداء رائع، خدتوا قبل كده بطولة شمال افريقيا، اديتوا مباريات كبيرة سواء قدام المنتخب الليبي المغربي الجزائري، لكن كانت مفاجأة، اتفاجئتوا انتوا كمان بالخروج ده. والله يعني احنا كلعيبة وكجهاز محدش كان متوقع. يعني احنا ما شاء الله كنا ماشيين كويس جدا، احنا لعبنا مع كابتن وهبي مثلا 11 ماتش ودي، كسبنا ال 11 وخدنا بطولة شمال افريقيا مع الكابتن وهبي، كان بيشتغل معانا يعني بكل امانه وكل صدق. كان طب ايه اللي حصل؟ يعني هي ظروف بس يعني. يعني ربنا شال لنا، اكيد ربنا شال لنا حاجه احسن. يعني احنا كنا متوقعين، حتى كلعيبه كنا متوقعين ان احنا مثلا ناخد البطوله دي وهنصعد، لان يعني احنا جيل كويس جدا حقيقه. والكابتن وهبي كان يعني مدير فني كبير قوي، كان يستحق معانا حاجه احسن من كده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وان شاء الله يعني ان شاء الله نكون مع جيل 2005 ان شاء الله في المنتخب الجاي. الخساره امام منتخب ليبيا في بدايه اول مباراه صعبت المهمه شويه. طبعا احنا ما كناش مصدقين اصلا ان احنا نخسر، كانت كل التوقعات فوز منتخب مصر. احنا اصلا الماتش ده لو ليبيا دي لعبتنا 10 مرات هنكسبها 15 مره. يعني ما كناش متوقعين خالص ان احنا نخسر الماتش ده، بس هي ظروف بقى والحمد لله. احرزتوا هدف في التصفيات. احرزت في تونس. ويمكن في الماتش الوديه انا حارس كذا هدف، وحرزت في لبنان. وعامل اسيست لابراهيم في ماتش السعوديه. فالحمد لله يعني والله كنت ماشي عامل بطوله كويسه، حتى لما خسرنا كنت عامل بطوله عندنا كويسه. عندنا لقطات هنا من مع المنتخب. يمكن جون ابراهيم في لبنان. في ماتش لبنان ده. ماتش لبنان. يعني هو كان خارج التوقعات، وانا من هنا كمان يعني بناشد مره ثانيه المسؤولين عن الكره المصريه واتحاد الكوره بسرعه تجميع منتخب 2005 علشان نقدر يتم اختيار المدير الفني، ويقدر المنتخب ده يشتغل علشان اولمبياد 2028 عندنا قوام رئيسي ولاعيبه كمان في 2006 يقدر يستعين بها المدير الفني. عندنا لعيبه على اعلى مستوى، ضيوف النهارده اثنين من اللعيبه دول زائد لعيبه كتير نقدر نتكلم عنها في منتخب 2006 رغم الخروج. ضيف امبارح الكابتن محمد حشيش قال كلمه مهمه جدا، قال يا ريت اتحاد الكوره يبقى فيه تخطيط ورؤيه للمستقبل. عندنا منتخب خرج لكن عندنا مواهب حقيقيه في 2006، لازم نستفيد بهذه المواهب. علشان كده فرصه في منتخب 2005 يكون عندنا قوام ايضا من 2006 ويتم دمج المنتخبين، لكن سرعه تكوين المنتخب مع اختيار مدير فني كفء علشان التخطيط الافضل للكره المصريه. امبارح في مباراة الأهلي والزمالك بعد ما فزتوا كولر كان حاضر امبارح. والله شفتوا الخطوة دي ازاي؟ خاصة خلاص الأمور بقت قريبة دلوقتي. يعني النهاردة الجهاز الفني ما بيتابعش المباراة من التلفزيون، لا ده كولر موجود، جهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ. شفت الخطوة دي ازاي؟ والله يعني اللي مستر كولر يجي يتفرج علينا والكابتن سيد عبد الحفيظ وميشيل يانكو مدرب الحراس وكلهم يعني، والكابتن وليد سليمان طبعا كان بيتفرج، وكابتن شريف عبد الفضيل، وطبعا كابتن خالد بيبو. فدي اصلا حاجه بتدينا دافع اللي احنا نعمل مستوى كويس ونعمل اداء كويس، لان اكيد كل طموحاتنا اللي احنا نلعب فريق اول. كلنا يعني طموحاتنا اللي احنا نفسنا نتصعد، لان احنا يعني الجيل بتاعنا كويس جدا وفي لعيبه كويسه جدا تستحق انها تصعد في الفتره الجايه. ويعني لما بنشوف مستر الكورر ولا كابتن خالد بيبو بيتفرجوا علينا، دي بتدينا دافع والله اللي احنا نلعب ونعمل كل حاجه. والحمد لله يعني احنا امبارح عملنا اداء كويس امام الزمالك وكسبنا والحمد لله. سعيد امبارح بانضمام
او متابعه كولر ابراهيم وهو موجود، كان قبل كده موسيماني وكان ليكوا صوره شهيره مع موسيماني لما جه تابع مباراه في الناشين. النهارده كولر ايضا موجود كمان وبيتابع مباراه اهلي وزمالك زي ما تابع 2005 وتابع 2001، ايضا امبارح تابع فريق 2006. طبعا انا كنت مستني اللحظه دي ان هو يجي يتفرج علينا وشفنا ويس. وكنت مستنيها من بدري جدا ان هي تيجي والحمد لله ده حصل ان هو جه، وامبارح اللعيبه كلها ظهرت بشكل مميز، ودي كانت اهم حاجه انا كنت مستنيها امبارح، ان شاء الله في الفتره ديت او فتره كمان كم سنه كمان كده بالكتير قوي بكون في الفريق الاول ان شاء الله، وده طموحي. وانا كنت مستني ان هو يجي يحضر الماتش ده. كبر لنا الشاشه كده يا استاذ برجاوي مخرجنا عشان نشوف الاهداف الحلوه دي. ده اللي احرز الهدف حسام صح؟ كبر لنا الشاشه دي، كانت في مباراه المقاولين. كلمونا عن الاهداف، في اهداف حلوه، مين اللي احرز الهدف ده؟ انا في ماتش ده ابراهيم ماتش لبنان، ده ماتش لبنان مع منتخب مصر للشباب في التصفيات. الهدف الثاني ده اي عرض لنا اهدافهم، عايزين نتفرج نشوف حسام وابراهيم الموهبه الكبيره. ده هدف حلو قوي، زعنا المباراه احنا دي على قناه الاهلي صح؟ كنت مذيع على قناه الشاشه. اتكلمنا عن الهدف ده يا حسام. والله يعني انا كنت عندي ثقه كبيره قوي لما كنت بتدرب مع الكابتن سامر لان هو كان مديني ثقه وكان بيشتغل معايا بعد كل ماتش. والحمد لله اللي انا قدرت اخد معاه هداف الدوري، جايب 22 هدف السنه اللي فاتت. وان شاء الله السنه دي ان شاء الله اتمنى احقق نفس الانجاز ان شاء الله واكون. ده هدفك في الزمالك برضو السنه اللي فاتت؟ هدفي في الزمالك يمكن معوض عمل لي الاسيست في الماتش ده. والحمد لله كسبنا برضو 3-1. ده كان متابعه اتعملت على القائم الاول وكملت وحطيتها بدماغك. ممكن جبت جون كمان وده ماتش امبارح. جبت الجون الاول والجون الثاني جون المكسب طبعا، وفخور جدا اللي انا بلعب في النادي الاهلي والله وليا الشرف. امبارح ابراهيم كان هيحرز هدف صح؟ كملت انت في كوره وحطيتها بدماغك اترفعت من ناحيه اليمين. لا ده كان شهاب. كان شهاب؟ محمد احمد سعد. كان محمد احمد سعد هو اللي عمل ده الهدف اللي عام الهدف الثاني ده بقى من الاهداف الحلوه قوي. قول لي بقى اصل ما ينفعش نفوت الهدف ده، انا واخده هدف الاسبوع معايا في قطاع الناشئين. الاستلام والدوران السريع وانت بتلف بكره انت بتفكر تحطها في الزاويه البعيده لحارس المرمى. والله يمكن انا قبل الماتش حتى في التمرين بفضل اشتغل على الحاجات دي عشان ربنا يكرمني، وانا كنت حاسس ان انا هجيب جون والله، وكان نفسي اجيب جون بنفس الطريقه. والحمد لله يعني جبت الهدف ده، والهدف ده مفضل ليا جدا كمان عشان كان هدف الفوز. والحمد لله يعني استلمتها كويس ولفيت وشطت في البعيده كمان. فهو هدف كويس جدا يعني. كابتن وليد سليمان كان بيتابع المباراه امبارح. طبعا كابتن وليد سليمان وكتير من النجوم وكابتن خالد بيبو وكابتن شريف وطبعا مدربين الفريق الاول وكابتن سيد. الهدف ده وانت بتتكلم لا انا اللي عامل له الاسيست برضه. ما انا بقول لك دايما متفقين في البيت. لا لا بتقولوا لي لا لا والله دايما متفقين في البيت. حسام يقول لك ابراهيم عينك معايا كل كره تحطها لي. لا والله يا ده هدف سموحه صح؟ ده سموحه. كنت جبت هدفين الفوز، عامل ترقيصه كويسه هناك ولعبتها له وهو جابها كمل عليها. وده الهدف الثاني برضه هو اللي جايبه في الماتش ده وكسبنا 2-0 ساعتها. ده السنه اللي فاتت. هدف برضه من الاهداف الحلوه. قول لي بقى كابتن وليد سليمان ما حصلش مكالمه ما بينكو مع تعيينه في قطاع الناشئين؟ لا لسه ما شاء الله انت انا شايف اهداف كتير واحنا بنتكلم. ده هدف بتاعه هو اللي عامله لي بقى، حسام اللي عامله لي عشان المره دي. يعني ده المره دي ابراهيم وحسام هو اللي بيقول اللي عامله لك. مش بقول لك برضه ما حدش مصدقني. دايما متفقين مع بعض. لا والله ده ساعتها كابتن سامر قال لنا الجون ده مش هيحصل تاني. ليه؟ مش لان احنا كنا زعلنا مع بعض فهو قال لنا الجون ده مش هيحصل تاني. ده برضه من الهدف ماتش المقاولين برضه الماتش اللي كان مذيع ده حسام برضه اللي حطها. ده كان ساعتها معوض اللي عمله الاسيست برضه. في تفاهم كبير، عمر سيد معوض، حسام عادل، ابراهيم عادل، هشام مصطفى صح؟ يعني في تفاهم في ما بينكم كبير جدا في الحته اللي قدام دي. والله طبعا احنا كلنا زمايل وكلنا بنحب بعض وعندنا تفاهم كبير، يمكن انا ومعاد عندنا تفاهم وانا وهشام برضو وانا وابراهيم، فالحمد لله اللي احنا بنقدم مستوى كويس يعني. كويس. بتتابعوا كاس العالم؟ طبعا. تشجع مين في كاس العالم؟ انا كنت نفسي رونالدو هو اللي يفوز بيها، بس انا بقول البرازيل هي اللي هتكسب. البرازيل تكسب كاس العالم؟ تكسب كاس العالم السنه دي. حسام وانا توقعاتي يعني انا اتمنى البرتغال عشان رونالدو، بس هي طبعا البرازيل قويه جدا ومرشح
قوي جدا ان هو يفوز بالكاس العالم. يعني هنا البرازيل وهنا البرتغال اول مره تختلف. لا هو البرازيل بصراحه بتقدم كره بها مش بيلعبوا كره زي البني ادمين اللي بتلعب تاني. البرازيل بتلعب كره غريبه خالص يعني. امبارح جايبه جون في جابوا جون كده عملوه هم الثلاثه حطها على دماغه راح مبصيها راح جري راح لمسه لمسه واحده في حته لمسه تحرك سريع ما حدش يصدقها ان هي تيجي كده. فهم بيقدموا كره يعني جميله قوي ما شاء الله. والبرتغال انت متعاطف مع كريستيانو؟ انا بحب رونالدو جدا واخده مثل الاعلى والله. فانا بحبه جدا كمان لسه بشتري الجزمه بتاعته عشان انا بحبه جدا صراحه. وبقول لك دلوقتي مخرجنا برجاء بقول لك البرتغال كسبانه 1 سويسرا دلوقتي الحمد لله. المباراه القادمه لو استمرت النتيجه فوز البرتغال هتواجه المغرب. وقتها كنا بنشجع المغرب طبعا. طبعا انا بشجع المغرب طبعا عشان دي بلدي الثانيه طبعا. كلنا بنشجع البلاد العربيه وشرفونا عاملين بطوله حلوه قوي المغرب وتستحق يعني الاداء اللي هي فيه. قولوا لي شايفين بقى اداء الاهلي الحلو مع كولر ازاي ابتدى المشوار ببطوله السوبر المصري امام الزمالك وكانت مباراه مهمه ورائعه من لاعبي النادي الاهلي وطموحكم كمان انكم تطلعوا الدرجه الاولى. شايفين الاهلي مع كولر ازاي؟ والله مستر الكوره شغال كويس جدا ومدرب كويس جدا وشغال مع اللعيبه كويس جدا. يمكن تشوف كريم فؤاد اشتغل معاه ازاي وطاهر محمد طاهر الناس دي شغاله كويسه جدا وعامل اداء كويس جدا وفي تفاهم مع بعض في خط الدفاع ونص الملعب ماشيين متالقين جدا. فيعني هيعملوا موسم كويس جدا مع مستر الكوره. شفت النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبنقول بلعب في كذا مركز كريم فؤاد بيلعب ايه دايما؟ بيلعب باك رايت وباك كابتن باك رايت. النهارده كولر لما جه وظفه في الحتة اللي قدام بقى واحد من هدافين الفرقة وجت فيها بشكل كويس. ودي النقطة بقى اللي انا كنت بقول لكم عليها. النهارده لما بتلعب في كذا مركز بتكون اختيارك كم واحد المدير الفني. انا طبعا يعني اي مركز المدير الفني هيقول لي العب فيه هلعب وهأدي وهظهر بأي شكل حتى لو وقفنا جون هأدي برضو لان انا ان شاء الله في دماغي حلم كده وهوصله. وان شاء الله اي مركز اي المدير الفني يقول لي العب هنا وده اللي مطلوب وان شاء الله احقق اللي انا عايزه انا وحسام ونطلع الفريق الاول. مين اللعيب اللي بيعجبك في الدرجه الاولى في الاهلي؟ في الاهلي بصراحه انا بحب اليو ديانج. اليو ديانج بتشوف الروح والقتال والجري. هو اليو ديانج عشان هو لعيب بصراحه يعني هو دفاع وهجوم بيعرف يعمل الحته دي كويسه قوي كويس. فعنده الدفاع والهجوم كويسه قوي ان هو من سته يعني هو السته ده افضل سته في مصر حقيقة. محترف ولو هتقول افضل سته في مصر عندنا يبقى حمدي فتحي اللي يعني الاثنين دول بصراحه في المركز السته ما فيش بدائل ليهم في مصر. يعني اكتر اثنين يعجبوك في الاهلي حمدي فتحي واليو ديانج؟ هم في مركز سته في مركز وهم اثنين احسن لعيبه احسن اثنين في مصر في مصر يعني وفي افريقيا. اليو ديانج محترف وحمدي فتحي ما شاء الله الاثنين بيحاربوا مش بيلعبوا كوره حقيقه. حسام مين اكتر لعيب بيعجبك في النادي الاهلي؟ صراحه بيعجبني احمد عبد القادر جدا لانه كان من الناشئين الاهلي حقيقة. من قطاع الناشئين وكان عنده طموح برضه انه يلعب فريق اول وقدر يحقق طموحه وطلع للفريق الاول واثبت نفسه بقى عنصر اساسي في النادي الاهلي ومن نجوم من نجوم الفريق الاول يعني. اخيرا بقى عشان وقت برنامجنا طموحاتك يا حسام مع النادي الاهلي بقى وامنياتك مع الدرجه الاولى؟ طموحاتي والله ان انا اتصعد فريق اول بدري يعني ان شاء الله نفسي ان انا اتصعد فريق اول. ان شاء الله لو اتصعدت فريق اول ان شاء الله اني مش هنزل تحت تاني وانا واخد ثقه في نفسي وفي ربنا طبعا اللي انا اتصعد فريق اول واحقق حلمي واحقق حلم اهلي عشان اهلي بيكونوا مبسوطين جدا بيا يعني مامتي ربنا خليها لي طبعا هي وبابايا وقرايبي كلهم يعني بيفضلوا جنبي وبيساعدوني على طول جنبي فانا ان شاء الله اتصعد فريق اول. ابرز النصائح اللي بينصحها الاسره ليك بقى؟ والله وبابايا ومامتي طبعا وجوز عمتي وعمتي طبعا واولاد عمتي كلهم بينصحوني دايما. جوز عمتي في ظهري وبيفضل ينصحني. يمكن هو على الجون اللي انا جبته في الزمالك التاني ده قال لي انت رجليك حلوه ولف وشوط فانا شوت خدت بالنصيحه يعني هو دايما واقف معانا هو وبابايا ومامتي وعمتي واولاد عمتي كلهم واخواتي طبعا. فيعني انا بشكرهم جدا والله عشان هم تعبوا معايا جدا ويستحقوا كل التقدير ان شاء الله تحققوا طموحاتهم. ابراهيم اخيرا برضه طموحاتك مع النادي الاهلي؟ طبعا طموحاتي اللي ان شاء الله اني بالكثير قوي السنه الجايه اكون في الفريق الاول وده اللي بطمعه ده اللي انا حاطه في دماغي اللي انا بشتغل على نفسي عشان اطلع الفريق الاول عشان احقق حلم اهلي اللي هم تعبوا معايا كتير ودايما واقفين جنبي يعني بابا ومامتي وعمتي وجوز عمتي وخالي واخواتي طبعا كل العيله ولاد عمتي كلهم طبعا بيبقوا واقفين جنبي
وبيساندوني بصراحه، فانا عايز احقق حلمي وحلم الناس اللي واقفه كلها جنبي. وانا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله قريبا الحلقه الجايه بقى وانا بستضيفكم تكونوا لعيبه في الدرجه الاولى ان شاء الله، ونبارك لكم هنا في برنامج الاشبال اللي كان بدايه معرفه الناس بالتوام حسام ابراهيم. ان شاء الله ده حلمنا طبعا يا كابتن اسامه والله اللي احنا نكون نجوم النادي الاهلي ان شاء الله. وده مش بعيد، عندكم الاصرار، عندكم العزيمه، عندكم الموهبه، وان شاء الله تكونوا وجوه مبشره للنادي الاهلي في الدرجه الاولى قريبا. بشكر ضيوفي التوام حسام وابراهيم، اثنين من المواهب اللي هتشوفوها قريبا ان شاء الله في الدرجه الاولى. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وبنبارك للعرب والمنتخب المغربي الفوز النهارده على منتخب اسبانيا والوصول الى دور الثمانيه، وان شاء الله المنتخب المغربي يوصل لابعد نقطه في المونديال، وان شاء الله العرب يقدروا يكتبوا التاريخ. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده من الاشبال.